አብ ሱዳን ዝርከብ ማእስከር ስደተኛታት ኡምጉርጉር ማእከል መዘናግዕ መንእሰያት ተሰሪሓ። ማእስከር ስደተኛታት ኡምጉርጉር ኣብ ምብራቅ ሱዳን ትርከብ ማእስከር ኮይና ዝበዝሑ ነበርታ ማለት 900 ኤርትራውያን እዮም። እዛ ማእስከር ንኣሳት 13 ማእስከራት ብሓደ ዝጠርነፈት ኮይና ገለ ካብኣቶም ንምጥቃስ ካርካራ፣ ኣብኸራም፣ ሱኪ፣ ሓዋታ፣ ሳምሶምን ካልኦትን ንኡሳት ማእስከራት ዘጠቃለለት እያ። እዞም ኣብዚ ማእስከር ዝነብሩ ኤርትራውያን ገሊኦም ካብ 1960 ጊዜ መግዛእቲ ኣትሒዞም ገሊኦም ድማ ሓደሽቲ ዝነብሩላ ማእስከር እውን እያ። ከምዚ ፍለጥ እዚ ማእስከር እዚ ዝተፈላለየ ሕማማት ክረኣየሉ ዝፀንሐ ማእስከር ከም ምዃኑ መጠን ኣብዚ ማእስከር ብዙሕ ናይ ጥዕና ኣገልግሎት ካብ ምርካብ ፀገም ከም ዘለዎ ብተወሳኺ ይሕብር። ሕማማት ሸረኹን ዓሶን ድማ ገለ ካብቲ ቀንዲ ገኒኑ ዝረኣየለን ሕማማት እዩ። ኣብዚ ንብሎ ዘለና ኣርእስቲ ድማ እዚ ማእከል ንሓይሊ መብራህቲ መንገዲ ክሕግዝ ከም ዝኽእል ተነጊሩ። እቶም ኣስራዕታ ከም ዝሓበርዎ እዛ ማእከል መንእስያት ክምስርቱ ካብ ዝደረኾም ቀንዲ ምኽንያት ክገልፁ ከለዉ ከምዚ ይብሉ። መንነት ኤርትራውያን ይሃስስ ስለ ዘሎ ንኸይሃስስ ተባሂሉ ዝተሰርሐ ኮይና ኩሉ ኤርትራዊ ኣብ ሱዳን ዘሎ መንነቱ ዓቂቡ ብመንነቱ ተሓቢኑ መታን ፀኒዑ ክፀንሕን ክቕፅልን ካብ ዝብል ተበግሶ ዝተወስደ እዩ። እዚ ድማ መንእስያት ክነቕሕሉ መንነቶም ሓሊፎም ከይህቡ ተባሂሉ ንገስጋስ ማዕዶ ክጥምቱ ስደት ድማ ዕጫድ ኣንበር ምርጫ ከም ዘይኮነ ንምብራህ ተባሂሉ ዝተሃንፀ ማእከል ከም ዝኾነ እውን ይግለጽ። ኣብታ ማእስከር ካብ ተሰርሑ ነገራት ዓብዪ ሃንገር ካብ 500 ክሳብ 1000 ሰባት ክእንግድ ዝኽእል ዓብዪ መወልዒ መብራህቲ ባቡር፣ ንኣስታት 1000 ስድራ ቤታት መብራህቲ ክዕድል ዝኽእል ቲቭን ረሲቨርን ከምኡውን ናውቲ ጣውላን ካልኦት ደቀቕቲ ዓበይትን መሳርሕታት ነቲ ማእከል ዝኸውን ዘጠቃልል እዩ። እዚ ማእከል ኣብ መፋረቅ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ክስራሕ ተጀሚሩ ኣብ ውሽጢ 3 ወርሒ ሙሉእ ብምሉእ ተዛዚሙ ተመሪቑ ኣገልግሎት መሃብ ድልው እኳ እንተነበረ ብገለገለ ውሑድ ምክንያታት ተቋሪፁ ፀኒሑ ሕጂ ዳግማይ ስርሑ ክጅምር ተዳልዩ ከም ዝርከብ እውን ተገሊጹ። እንዲ ጥቕሙ ድማ ደረጃ ንቕሓት መንእሰያት ክባብ ምባል መንእሰያት ኢደ ጥበብ ተማሂሮም ነብሶም ኣብ ምጥያስ ክሕግዙ ዝተፈላለየ ትምህርታዊ ስልጠናታት ኣብ መሃብ ከም ትምህርቲ ሓፂነ መፂን መንደቕ ምንዳቕ ምምሃር ምስ ኣብ ደገ ዝርከቡ ኤርትራውያን ንምርኻብ ናይ ዓመታዊ ፌስቲቫል ምክያድን ምእንጋድን ብጉሩብ መርዓ ምግባር ሓገዝ ንተምሃሮ መልቀቂ ፈተና ዝወስዱ ድሕረ ትምህርቲ መደብ ሰሪዑ ገለ ካብ ዝሰርሐሉ መደባት እዩ። ጸብጻብ ብመሓመድ እስማዒል። في الختام لا يسعنا الا ان نشكر اخونا احمد اسماعيل ونشكر اخوتنا الذين يقفون من خلفه ونتمنى ان يكون هناك صغه بين المجتمع حتى تقدم هذه الرساله لاكمل وجه ونتمنى ان تقدم كل المطالب التي نريدها وان تعمم في كل معسكرات اللاجئين بدءا من ومقرقور مرورا بالشقراب و26 والشريفي وعبوده ونحن بصراحه في حوجه الى اليهم حتى نقيم منظمات جمعيات بيئية وجمعيات شبابية تنشط هذا الشباب وتكفيه شر الهروب وحتى يعرف غديته ويعكس صورة مجتمعه. ولذا نحن في أمس الحوجة لوسائل اجتماعية تربط هذا الشباب وتربطه بالوطن. عسى ولعل نعود غريبا إلى تلك الديار ونغرد هناك مع تلك العصافير الجميلة ونقول مرحبا بك يا غبلة الزوار تعشقها الأنظار يا درة الغرن الموشح بالكمال يا غبلة الأحمر المطلة على ساحله في افتخار. غدا سنعود مهما طال الغياب وغدا سنتذكر أن لنا في تلك الأرض ذكريات وفي هذه الأرض ذكريات ولنعمر هذه الأرض فنحن ساكنوها مهما كانت. السلام عليكم ورحمة الله. بتقرأ برضو رسالات قل هب قل كل عدنا حين تتلم عسكراتنا الشتات لنا ضروري رسالتنا كلنا يعني مثل اللي مدرق ان بنيوتو عدنا الا جالا نشلت اللي بلدي ولدت بصراحه بديت من عدا تاريخها وثقافتها بديت كوت تامر لثقافه تكاتفنا ومحبرنا وبرايتهم لتاريخ اللي مضى. هذا الشباب اللي نعيش من تاسل لهم خلفيتنا مجتمعكم يامروا ضروري احنا قلنا غير مجتمعنا وسائلنا يتواصل قلت بعد حد تليفون وسيلتنا يتواصل بنيكم ضروري وسائل شاشات قبي فيديوهات قبي صور قبي جمعيات قبي قلمي قل العاداتنا ولا نبارينا ولا مجتمعاتنا ولا تاريخنا ندأس نحفظنا قل نعكسه قل أجيال فجر يتردوا لتقبل تاريخها قل يتترسع وعدها قل يتترسع وهاجس قل يتدفن قياف قل مجتمع وفجر قلنا أقبل الله تخضراء إن شاء الله. وآخر من بل رسالتنا قل كل شعبنا إريتريا شلاليت مثل ساعة ومياتها تتبنى وتتعمر أساسها وحدة الإقباء وديمقراطية تتعدل تقري وتقري ناسها هو بلين رشادان هارا ونعمل حدارة بعفر
مسن أزمه وسن عمر الله أكبر وهذا حنكم سلام في البدء أشكركم جميعا على هذه المهمة وأشكر شعب أمغور وشعبنا الإريتري المهجر البلد الثاني والسودان. أنا هقدم رسالتي باللغة التيرينية لأنه اللغة الوحيدة اللي فضلت ما عبرنا عنها، فدايرين الشعب كله يكون عارفين والرسالة تصلهم بالمنظور اللي بيفهم الإريتري. المجمري عشمي محمد اسماعيل بهال خبرات من ساكن أمريكا في مدينة كاليفورنيا محمد أزيد تريوز اللي هم أكبرنا فدي مزول له انتا محبر من إسيات أمغرغور تواحيد متسامي مزول له تيك أندي علامة وقد علامة أدما إرتراوي ايدنت ناشنال ايدنتيتي إرتاونت كمن لسان له وكابزي بالقمن تأيو تمن إسايد ما بزي بذكر لي زخل لسانو خاب زغل حقراوي سمعيت تلعي لي نزق داي كسنا سلو تبكسي كم تروا ذو لهم عامي كم زحجي جميرو تهنسا زيادة عدامي تهنسا زينا برات حجي دماء خالوت أورغنائزيشن كاخبرات عد إنجليزن هولندن تحاويسهم استرف انتعون حق زعنا سلازي إذا معكل من إسيات معسكر أمغرغور كم سروا ذو لهم تعزازي ما حجي أبس قرب أوان نسرح دلو تخوين الله مالتي سلازي نخلو نزي كون نخوون زي حق زعنا كلهم إرتفاعان زي قاتات بمورال بقنزب خالة خالة حق زعنا زي قاتامي كي نسكن كون كحل فايدلن كوم أون من إسيات لزي عبي إمام عزوم نابتي نايمود أطافي تسامي وكوب تحوو أسلز تعارو بزيقا تامي وكو حقو سوكم يبلوم بزيقا تامي دماء يغني اللاون يبلوم الحدش تي قلمي حجيز مسانا زنو برو نابتم حدش تي حلافنا تاركي بمولو أسلزي خلطة جروب وخينو مالو سلزي بزيقا تامي مخلو اسمي أرترا عبدالجان زولو يغني اللا نبلو حاوهم محمد اسماعيل يغني الله سلاتي